ان التيار الصدري تيار متماسك يخضع لقياده واحده، لا اعتقد ان هناك اي يعني اي جهد سواء كان داخليا او خارجيا في محاوله تقسيم التيار او شطر التيار، بل على العكس هناك انا سمعتها من قيادات كثيره في داخل الاطار التنسيقي، هناك محاولات جاده لمحاوله رص الصفوف، اعاده الاخوه في التيار الصدري الى العمليه السياسيه، وضروره مشاركتهم في الانتخابات القادمه وهي انتخابات مجالس المحافظات. هذا شيء جدا مهم، لانه في حال مشاركتهم في الانتخابات القادمه، اقصد انتخابات مجالس المحافظه، لانهم سوف تكون الخطوه الاولى في عادتهم الى العمليه السياسيه. ابدا ماكو شيء، لكن خل اكون واضح يعني بهذه القصه، وانا كمراقب للمشهد السياسي، هناك بعض الاراء التي ربما تختلف في داخل البيت الصدري، يعني هناك قيادات تختلف فيما بينها، هناك خلافات حتى مع سماحة السيد، هناك خلافات في الرأي، في الرأي السياسي، في الرأي الشخصي، وهذا موجود في كل التيارات وفي كل الأحزاب سواء كان في الإطار أو في بقية الأحزاب.